تسعى طبعا للعودة من جديد إلى كبواري. أيضا يخوض غمار الرياض من العام 2000، هو شقيق عبد العزيز وابن سعدون، وهو أحرز معظم البطولات. يعني كان الفوز الرابع لي على التوالي في رالي قطر، نمتلك خبرة كبيرة، حافظنا على السيارة، أول يوم ضغطنا فيه، ثاني يوم لا، يعني خلينا الاستراتيجية أن نكفي الرالي، الحمد لله ما عندنا مشاكل، يبقى عندنا الجولة الجاية رالي الأردن إن شاء الله، الإيثار برالي الأردن. قطر يجلس إلى جانبه الملاح القطري الذهبي ناصر بن سعدون الكواري الذي يخوض قمار الراليات منذ العام 2000، هو شقيق عبد العزيز.